وكيف تصف قرب محمد الشياع السوداني من الحركة الرياضية والجانب الرياضي؟ أنا أعتبر هذه جنبه إيجابية كبيرة وأكيد معكوس يعني على الشارع الرياضي العراقي، على الشارع العراقي، كل شارع عراقي هو شارع رياضي، انعكس بشكل كبير. إذا من خليجي 25 وما تلاها من متابعة حثيثة ومن تكريمات لأولادنا مثل شبابنا، إضافة لذلك أنه أي شيء رياضي ممكن أنا متأكد يعني بفائدة للرياضة داير رفع لمجلس الوزراء او للسيد رئيس الوزراء، يعني هو موافق بشكل كبير. وتتذكر تصريح يمكن وياك ذكرته بالبصره قلت انه احنا غير معذورين ان لازم ننجح، وغير معذورين اذا فشلنا، لانه لم نطلب شيئا من السيد رئيس الوزراء الا وفر لنا. صحيح. زين، حضرتك